اهلا بكم في حلقه جديده من الانفيرس لابلاس ترانسفورم، تحويل لابلاس العكسي. والنهارده هناخد كيس 3، ودي تعتبر الحلقه الثالثه في الانفيرس لابلاس ترانسفورم، وهنغطي 3 امثله بالتفصيل. يهمني خلال الفيديوهات دي مش فقط حل المساله، ولكن اللي يهمني بالاكثر هو اكسابك المهارات وطرق التفكير في حل المساله. ذكرنا في الفيديو السابق ازاي استخدم البارشال فراكشن اكسبانشن. قلنا لو عندنا اف كابيتال اوف اس ليها بسط وليها مقام، عشان استخدم البارشال فراكشن لازم تبقى درجة البسط اقل من المقام، خلي بالك اقل. طب لو درجة البسط تساوي المقام او درجة البسط اكبر من المقام، لازم اعمل قسمة مطولة. يبقى اعمل قسمة مطولة اولا قبل تطبيق البارشال فراكشن اكسبانشن في حالة ان البسط درجته تساوي او اكبر من درجة المقام، لازم اعمل قسمة مطول الاول. طب لو درجة البسط اقل من المقام، يبقى اطبق النظرية مباشرة، والكلام ده قلناه في الفيديو السابق. وخدنا مثال صغير، هنا هتلقى درجة البسط عندي اكبر من درجة المقام، اعمل قسمة مطولة الاول لغاية ما احصل ان البسط عندي او الباقي في البسط هو درجته اقل من درجة المقام. طبعا جبنا لابلاس العكس للجزء ده في الفيديو السابق زي ما قلنا، طلع بالشكل ده. بقي الجزء ده عايز له الانفيرس لابلاس ترانسفورم عندي، وده اللي هنكمله في فيديو النهارده اللي هو الجزء ده. لازم ناخد نوتس. عندنا كوزين مجموع زاويتين اكس زائد واي، خدناها في حساب المثلثات، عباره عن كوزين الزاويه الاولى كوزين الزاويه الثانيه. وهنا طول ما في جمع داخل القوس بحط اشاره سلبه، بعد كده ساين الزاويه الاولى ساين الزاويه الثانيه، تمام. طب لو انا عكست الاشاره دي خليتها ناقص، طول ما هي كوزين يبقى بكتب كده كوزين كوزين ساين ساين، الزاوية الأولى الزاوية الثانية، الزاوية الأولى الزاوية الثانية. وطول ما الإشارة هنا سالبة بحط هنا موجب، لو الإشارة هنا موجبة بحط سالب، وبالتالي أعمل جنرال فورم عندي كوزين إكس وواي بينهم موجب أو سالب. القانون في النص هيتعكس، لو كان موجب تبقى سالب، ولو كان سالب تبقى موجب. عشان هي كوزين ببدأ كوزين كوزين، بعد كده ساين ساين، الزاوية الأولى الزاوية الثانية، الزاوية الأولى الزاوية الثانية. قلنا الإشارة في النص بتبقى عكس الإشارة اللي هنا، ده بالنسبة للكوزين. طب لو ساين مجموع زاويتين، ساين مجموع الزاوية الأولى زائد الزاوية الثانية، خلي بالك الكل الكلام ده جوه القوس، بتبقى ساين كوزين كوزين ساين، الزاوية الأولى الزاوية الثانية، الزاوية الأولى الزاوية الثانية. وهنا طول ما هي موجبة بحط موجب في النص. طب لو كانت سالبة، لو كانت سالبة احط سالب في النص. وبالتالي الجنرال فورم عندي إن ساين إكس زائد أو ناقص واي هتبقى عندي ساين كوزاين كوزاين ساين، الزاويه الاولى الزاويه الثانيه، الزاويه الاولى الزاويه الثانيه. وبحط نفس الاشاره هنا، لو كانت موجب احط موجب، لو كانت سالب احط سالب. شرحنا الفيديو السابق اكمال المربع، وطبعا ده مهم لان فيديو النهارده مبني عليها، فهناخد مراجعه سريعه كده. قلنا ان كثيره الحدود او ذات الحدين من الدرجه الثانيه، من الدرجه الثانيه يعني تربيع، بفكها ازاي؟ الاول تربيع، الحد الثاني تربيع، الاول في الثاني في 2، ده الحد الاوسط. طيب خلي بالك معايا كده، انا عايز اكمل اعمل اكمال مربع، احيانا المساله تتطلب مني اكمال مربع، تمام. اعمل ايه؟ ناخد مثال. طبعا عشان تعمل اكمال مربع مش هستخدم الاله هنا ولا القانون اللي هو سالب بي موجب وسالب جذر تربيعي بي تربيع ناقص 4 اي سي الكل على 2 اي، انا مش هستخدم القانون ده هنا. انا بمجرد النظر الداله اللي قدامي مش راضيه تتحلل بمجرد النظر، فلازم اعمل لها اكمال مربع. اعمل اكمال مربع ازاي؟ اول حاجه يبقى عندي موجود حد اس تربيع واس. طب يا باشمهندس لو كان اس تربيع وحد مطلق، لا مش هحتاج هنا، مش هعمل اكمال مربع. بعمل اكمال مربع طول ما عندي موجود اس تربيع واس، يبقى بعمل اكمال مربع في حاله ان الداله اللي قدامي مش بتتحلل بمجرد النظر، بتحتاج اله او بتحتاج القانون. فاول حاجه لازم اعمل ان يبقى معامل اس تربيع بواحد، وابتدي اطبق عندي، هبتدي اقارن، يبقى ده عباره عن ايه تربيع عندي، والجزء ده 2 اي بي، والحد المطلق مش باجي ناحيته، يبقى اقول ايه تربيع بيساوي واحد اللي هو المعامل اس تربيع، من هنا الاي تطلع بكام؟ بواحد، تمام؟ واجي للحد الاوسط اللي هو 2، يبقى 2 اي بي بيساوي 2. انت عندك ايه بواحد من فوق تقدر تجيب بي من هنا، يبقى بي طلعت بواحد. ابتدي اطبق القانون بتاعي، اعمل ايه؟ انزل اس تربيع واس بالمعاملات بتاعتهم، انزلهم زي ما هم. ابتدي اضيف على فوق زائد بي تربيع وناقص بي تربيع. طب بي تربيع من فين؟ ما انت جايبها فوق اهو، يبقى اضيف واحد بيتربع ناقص واحد تربيع، والحد المطلق بينزل زي ما هو. هتلقى الجزء الاولاني ده، مش دي كانت ايه تربيع؟ دي 2 اي بي ودي بي تربيع، يطلع لك هنا مين؟
اللي هي مفكوك ذات الحدين من الدرجة التانية، تمام؟ يبقى ده عبارة عن الدالة التربيعية اللي فوق. طيب ركز معايا كده، هعوض عن بي هنا، تبقى ايه زائد واحد ناقص واحد. الجزء الأولاني ده هيبقى مربع كامل، بص كده الاي بواحد اهي والبي بواحد، يبقى ده الجزء الأولاني هنا، ده مربع كامل اهو. ناقص واحد وزائد خمسة يديك زائد أربعة. كده أنا حولتها لإكمال مربع أو حولتها لمربع كامل. ده مين؟ خلي بالك معامل اس هنا بواحد دخل التربيع، عشان كده اس تربيع لازم يبقى معاملها بواحد، تمام؟ ناخد مثال تاني. طب يا باشمهندس هنا معامل اس تربيع باتنين، يا إما تقول الـ A تربيع عندي باتنين و2 AB بتساوي أربعة، وتبتدي تخلص المسألة بالطريقة التقليدية وتوصل هنا، هتلقى معامل اس هنا ما بقاش بواحد، هيبقى تقريبا بجذر اتنين، فلازم تاخد ده بره عامل مشترك بعد التربيع، بعد ما انت تخلصها هتلقى في معامل اس هنا مش بواحد، طول ما هو مش بواحد لازم اخده بره عامل مشترك، ده في نهايه المساله. طب الطريقه الثانيه اعمل ايه؟ اه معامل اس تربيع ومعامل اس اخد منهم اتنين بحيث يبقى معامل اس تربيع بواحد، يبقى انا اخد من دول اتنين عامل مشترك يبقى معامل اس تربيع هنا بواحد. ما تنساش طبعا الاربعه خدت منها اتنين فاضل الحد المطلق قلنا مش بنيجي عنده، اعمل ايه بعد كده؟ هبتدي ابص على الجزء اللي جوه ده، اعمل له اكمال مربع، اقارن اي تربيع بواحد، 2 اي بي ب 2. بعد المقارنه زي ما انت شايف كده الاي طلعت بواحد، اعوض هنا تطلع البي عندي بكام؟ بواحد. ارجع تاني، يبقى ده داخل القوس هنا، هضيف بي تربيع مره واطرح بي تربيع، اهو زي ما انتم شايفين داخل القوس والاثنين بره ما زالت زي ما هي. اعمل ايه بعد كده؟ اعوض عن بي تبقى بواحد، يبقى مره زائد واحد ومره ناقص واحد. هتلقى دايما باخد الزائد، يعني اس تربيع ومعامل اس اللي هنا معاها البي تربيع هي دي اللي بتبقى مربع كامل، والناقص بيبقى بره، خلاص يبقى ده كله يبقى مربع كامل عندي. اه مربع كامل اجيبه ازاي؟ اه من هنا اي اس زائد بي لكل تربيع، زي ما احنا جايبين الاي والبي فوق، يبقى الجزء ده اللي جوه هيبقى واحد اس ادي الاي زائد البي بواحد. طب ركز معايا كده، سالب واحد في اتنين زائد خمسه تديك زائد تلاته، ده باقي مين؟ الحد المطلق، تطلع بالشكل ده، هتلقى معامل اس داخل التربيع بواحد. ده طبعا الطريقه دي مهمه عشان انا بستخدمها في لابلاس العكسي، ما ينفعش معامل اس اللي جوه يبقى بثابت هنا، لازم يبقى بواحد، ما ينفعش غير الواحد، يعني ما ينفعش اتنين ولا نص ولا ربع ولا سالب حتى، لازم يبقى موجب وكمان بواحد زي ما هنا. عشان كده لما انت عملت لو عملت اكمال مربع بالطريقه الثانيه اللي قلت الاي تربيع هنا على طول ب 2 2 اي بي ب 4، هيطلع لك جوه القوس هنا، جوه القوس هنا كده هيطلع بجذر 2، فلازم تاخده عامل مشترك بره. فانا بحل بالطريقه دي. نروح ناخد مثال عشان نفهم الطريقه بالتفصيل. احنا هنشتغل على كيس 3، الروتس بتاع المقام، جذور المقام للدال عندي اللي هي في اللابلاس او في الاس دومين عباره عن كومبلكس او ايماجينري، كومبلكس اور ايماجينري، يعني يا عدد مركب يا عدد تخيلي. تعال زي ما خدنا كده درجة البسط أقل من المقام، ينفع أطبق البارشال فراكشن على طول. أطبقه إزاي؟ الإس أهي لوحدها وآخد عليها ثابت فوق، ليه ثابت؟ لأن ده من الدرجة الأولى. هتلقى المقام الجزء الباقي من المقام هنا للدرجة التانية ده غير قابل للتحليل بالنظر، طول ما هو غير قابل بالتحليل باخده زي ما هو كده، باخده زي ما هو أهو، درجة البسط بتاعته بتبقى من الدرجة الأولى، طول ما هو من الدرجة التانية بتبقى من الدرجة الأولى، تمام؟ يبقى ثابت في إس زائد سي كحد مطلق. هبتدي اجيب الاي والبي والسي، عشان اجيب الاي قلنا بعمل ايه؟ مقامها باس، المقام بتاعها باس هنا، اجي للداله اخبي اس من هنا اشيلها، يفضل عندي 3 على المقام، اعوض في الداله دي لما الاس اللي في المقام بتساوي 0، يبقى الاي اجيبها ازاي؟ اخبي اس من هنا تبقى بالشكل ده، طب اعوض دي في الداله بكام؟ لما مقام الاي بيساوي 0، مقام الاي اللي هو الاس بيساوي 0، يعني اعوض في الداله دي الاس ب 0، زي ما احنا شرحنا سابقا. تعوض هنا تطلع 3 على 5. طب البي والسي تاخد دي تخبي المقام من هنا؟ لا مش هينفع، ليه؟ مش هتطلع حاجه ومش عارف اس بكام لان الداله تربيعيه، تمام؟ اعمل ايه؟ ارجع تاني اعمل اللي هو توحيد مقامات، اوحد مقامات تاني زي ما هو كده وابتدي اضرب كده واخلصها، يطلع البسط ده، هتلقى المقام دي هو مقام دي، يبقى وقتها لازم البسط ده يساوي البسط ده، يبقى اساوي البسط بالبسط. بعد مساواه البسط اهو بالبسط ابتدي اقارن معاملات. ركز معايا كده، هنا اس تربيع هنا معاملها 1 في 3 على 5، معامل اس تربيع هنا برضو بي، معامل اس تربيع هنا ب 0، يبقى اقول 1 في 3 على 5 زائد بي بيساوي 0. اقارن معاملات ببعض، مقارنه المعاملات الاولانيه هي الخاصه ببي تطلع كده، يبقى البي وقتها تطلع بسالب 3 على 5. هروح هنا معامل اس ب 2، 2 في 3 على 5، معامل اس من هنا بكام؟ بسي، لان اس في سي، فمعامل اس هنا بسي،
يبقى عندي 3 على 5 في 2 زائد سي بتساوي 0. خلاص تطلع كده، ابتدي اقارن معاملات زي ما قلنا، تطلع السي عندي بالثابت الثاني، ابتدي ارجع اعوض في المعادله اللي فوق بالاي والبي والسي. خلي بالك هنا لما انا وحدت مقامات الاي رجعت عوضت عنها بقيمتها، يعني الاي اهي عوضت عنها بقيمتها قبل ما اكمل، وبالتالي دي الثوابت عندنا. بعد التعويض هنلاحظ عندي 3 على 5 هنرجعها نزلها كده 3 على 5، ده مقام الباص تنزل في المقام. معامل اس هنا سالب 3 على 5 اخده بره عامل مشترك زي ما انتم شايفين كده، خدته عامل مشترك بره. هنلقى هنا دي داله تربيعيه مش عارف احللها، اعمل اكمال مربع، اعمل اكمال مربع زي ما قلنا. يبقى اس تربيع هنا معاملها بواحد، يبقى الاي تربيع بواحد. 2 اللي هي 2 اي بي، تطلع من هنا الاي والبي تطلع بواحد وواحد. يبقى اجي داخل القوس اضيف مره بي تربيع ومره ناقص بي تربيع. بعد اضافتي هتبقى الجزء ده عباره عن مربع كامل، زي ما قلنا البي تربيع بكام؟ بواحد. هبتدي اكمال مربع، يبقى اي اس زائد بي لكل تربيع، يبقى الجزء الاول ده عباره عن اي اس زائد بي لكل تربيع اللي هم دول. تمام؟ انا عملت اكمال مربع للجزء ده اهو، طلع بالشكل ده. عندي ناقص واحد وزائد خمسه تطلع بزائد اربعه، زائد اربعه حولتها لاتنين اس اتنين، هتعرف دلوقتي ليه. نيجي للبسط، لو بصينا للمقام الاول هتلاقي اس زائد واحد تربيع. ايه معنى الكلام ده يا باشمهندس؟ ده معناها ان الاس حصل لها شيفت، يعني المفروض اصلا تبقى اس تربيع، لا بقت اس زائد واحد تربيع، يعني الاس حصل لها شيفت، فبالتالي لازم اوفر القوس ده في البسط. اعمل ايه؟ اس زائد اتنين، مرة اجمع واحد ومرة اطرح واحد. ليه جمعت واحد وطرحت واحد؟ لان داخل القوس موجود اس زائد واحد، يبقى اجمع واحد واطرح واحد. تمام؟ والاتنين نزلت زي ما هي. هبتدي اجزأ البسط على المقام، يبقى ده هينزل زي ما هو. هبتدي اقول سالب 3 على 5، بص كده اس زائد واحد دي لوحدها، هقسمها على المقام ده كله. طب ناقص واحد وزائد اتنين دي زائد واحد، تمام؟ هاخدها على المقام ده، ما تنساش الثابت اهو، لان بيتضرب في كل ده. خلاص؟ ركز كده، شايف الصورة دي؟ دي صورة ايه؟ اس تربيع في المقام، وفي اس في البسط دالة كوزاين، اهي دالة الكوزاين عندي. بس الاس مش اس، ده اس زائد واحد فيها شيفت او حصل لها شيفت، تبقى مضروبه في اكسبوننشال سالب اي تي. يبقى زي ما انت شايف كده اس زائد اي تربيع زائد اوميجا تربيع البسط اس زائد اي، زي ما انت شايف كده، يبقى دي داله اكسبوننشال مضروبه في كوزاين. طيب الاوميجا بكام؟ الاوميجا اللي مع الكوزاين المفروض تتربع هنا، عشان كده الاثنين انا خليتها تربيع، لان اصلا كانت سالب واحد زائد خمسه تطلع اربعه، فانا ربعتها تربيع ليها عشان تبقى اقول الاثنين هي الاوميجا، يبقى الاثنين هي الاوميجا من هنا. تمام؟ يبقى دي عباره عن اكسبوننشال زي ما انت شايف كده. سهله جدا. اما للداله الثانيه، الداله الثانيه الخاصه بالجزء الثاني، هنلقى هنا ادي عندي 2 تربيع، اوكي اوميجا تربيع، اس زائد 1 اللي هي اس زائد اي تربيع، بس لازم البسط يبقى فيه اوميجا. هنا اوميجا تربيع، طب 2 متربعه المفروض البسط اشوف كام؟ 2 جذر دي، يعني دي اوميجا اللي هي جذر اوميجا تربيع، يبقى اشوف هنا 2. طب اشوف 2 ازاي؟ يبقى اضرب البسط في 2 واقسم بره على 2 عشان اوفر، اقول الداله دي تبقى شبيهه بالداله دي. هنا اس تربيع في المقام، اوميجا تربيع، يبقى دي داله ساين، لان البسط ثابت، وطول ما هي اس زائد واحد يعني الاس حصل لها شيفت، يبقى مضروبه في داله اكسبوننشال. يبقى الداله دي عباره عن داله كوزاين حصل لها شيفت. الكوزاين هتبقى الاوميجا عندي ب 2 زي ما انت شايف كده، ادي الاوميجا ب 2 اهي، نفس الاوميجا اهي دي، واكسبوننشال سالب، خلي بالك هنا اس زائد اي، اس زائد واحد خدتها بره مع الاكسبوننشال، اي اس سالب اي تي، طب اس زائد واحد تبقى عندي اي اس سالب واحد تي. طب مع الساين، تبقى ساين، ودي الاوميجا 2، الثابت ده ينزل زي ما هو. خلي بالك الاثنين ده خاص بالداله، مش ثابت، ده خاص بالداله. هعمل اكسبوننشال سالب واحد تي، تمام؟ ده الحل بتاعي. طبعا ده مش الحل النهائي، اعمل ايه؟ هبتدي اقول ان اي اس سالب تي واي اس سالب تي ممكن اخدها عامل مشترك بره، وهنا في ثابت وفي ثابت، ممكن اخد سالب 3 على 5 عامل مشترك بره، هيطلع لي بالشكل ده. ركز معايا كده اهو، طلع بالشكل ده. جوه القوس في كوزاين زائد ساين، بس الساين مضروبه في ثابت والكوزاين مضروبه في ثابت، الثابت هنا بواحد، تمام؟ ينفع اخلصها اكتر من كده؟ ينفع اخلصها اكتر من كده. تعال نشوف هنخلصها ازاي. ركز معايا كده عشان هوصل لحل نهائي او صيغه نهائيه للحل. اعمل ايه؟ الكوزاين مضروبه في واحد والساين مضروبه في نص، ماليش دعوه بالاشاره اللي في النص دي، سيبها دلوقتي. هبتدي ارسم مثلث، المثلث ده هرسمه كده قائم الزاويه، هرسم زاويه هسميها فاي. هقول هنا الكوزاين ده، الكوزاين خلي بالك بس 2 تي وساين 2 تي نفس الزاويه، يعني 2 تي 2 تي نفس الزاويه، لو الزاويتين مختلفتين ما ينفعش اشتغل،
يبقى ما ينفعش اشتغل الطريقه دي. طيب هنا عندي الكوزين مضروبه في واحد، اجي الواحد ده ثابت احطه مجاور للفاي اللي هو الضلع طول الضلع المجاور لفاي. طب النص ده يبقى فين؟ اللي مع الساين يبقى المقابل للفاي. تقدر تجيب الوتر بتاع المثلث ده، عباره عن جذر التربيعي، واحد تربيع زائد نص تربيع يطلع لك ده. ابتدي اعمل ايه؟ الداله اللي قدامك دي مره هقسم على طول الوتر ومره اضرب في طول الوتر. ايه معنى الكلام ده؟ يعني همسك اللي جوه القوس اقسمه كله على طول الوتر واضرب بره في طول الوتر عشان ما اغيرش في الداله. طب الاولاني ده لما اقسمه على طول الوتر اهو الثابت يبقى على طول الوتر اللي هو ده، والثابت الثاني على طول الوتر. طول ما انت قسمت اللي جوه على طول الوتر اضرب بره في طول الوتر عشان ما اغيرش المعادله، عشان ما يحصلش تغيير المعادله. تعال ركز معايا كده، ايه اللي انت شايفه؟ واحد على طول الوتر، واحد على طول الوتر اللي هو ايه؟ يبقى هو الكوزين فاي، كوزين فاي واحد على طول الوتر. طب نص على طول الوتر، نص على طول الوتر المثلث هو ايه؟ ساين الزاويه. طيب لو انا قلت لك تان فاي من هنا عباره عن نص على واحد، يبقى تان فاي نص على واحد، تمام. تقدر تجيب فاي، يبقى تقول فاي تان ماينس 1 نص، او تحسب دي بالاله تقول ساين ماينس 1 للقيمه دي تطلع فاي، او كوزاين ماينس 1 للقيمه دي تطلع فاي، ايا كان الفاي تطلع بالشكل ده. ركز معايا كده، يبقى الترم ده هشيله واحط مكانه كوزاين فاي، الترم ده هشيله واحط مكانه ساين فاي، والجزء الاولاني نزل زي ما هو. ده مش بيفكرك بقانون كوزاين كوزاين ساين ساين اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن كوزاين بس مجموع على طرح زاويتين هنشوف دلوقتي. قبل ما اكمل لازم في ترتيب الزوايا هنا او المثلثات لازم تبقى عندي الزاويه اللي كداله في زمن تبقى الاول. مين الزاويه اللي داله في زمن؟ انت شغال كوزاين كوزاين ساين ساين، يبقى لازم ابدا بكوزاين كوزاين الاول، لازم، عشان دي داله كوزاين مجموع زاويتين او طرح زاويتين زي ما هنشوف. ابدا بالزاويه بتاعت الزمن، يبقى اخلي كوزاين 2 تي الاول اهي، وكوزاين فاي تبقى بعد كده. ابدا بعد كده، مش انت كوزاين 2 تي يبقى 2 تي الاول وفاي هي الثانيه، تبقى لازم ساين الزاويه الاولى ساين الزاويه الثانيه. الاشاره اللي في النص زي ما هي نزلت زائد، يبقى كوزاين كوزاين ساين ساين، يبقى دي كوزاين. الزاويه الاولى الزاويه الثانيه، الزاويه الاولى الزاويه الثانيه، ولازم الزاويه الاولى تبقى داله في الزمن، ما ينفعش تخلي فاي الاول عشان يبقى المظهر العام كويس. طيب هنا الاشاره في النص زائد، يبقى ده عباره عن كوزاين. طول ما انت شغال كوزاين مجموع زاويتين بس، في المجموع او الاشاره بين الزاويتين باخدها عشان انا شغال كوزاين بتبقى عكس الاشاره، عشان كده الثابت نزل زي ما هو اهو، اقول كوزاين. خلي بالك الاكسبوننشال نزلت اهي، ده كله عباره عن كوزاين. الزاويه الاولى 2 تي، الزاويه الثانيه فاي، باخد عكس الاشاره اللي في النص زي ما انا شرحت في السلايدات اللي فاتت، باخد عكس الاشاره، تمام. يبقى ده الحل النهائي. طب فاي بكام؟ اعوض عن فاي هنا اهي، يبقى ده الحل النهائي. يبقى دايما لما تبقى ساين مضروبه في ثابت وكوزاين مضروبه في ثابت والاثنين ليهم نفس الزاويه، اقدر اخلص دي بداله واحده زي ما انت شايف. يبقى 2 تي ناقص فاي اكنها داله في الزمن بس متاخره بالزاويه دي، يبقى ده الحل النهائي عندي، تمام. طب يا باشمهندس انت خدت الكوزاين الثابت خليته هو المجاور، والساين الثابت بتاعها خليته هو المقابل، ينفع اعكس؟ ينفع اعكس. تعال كده مع بعض، انا هبدا بفاي اللي مع الساين هو اللي هيبقى المجاور، واللي مع الكوزاين يبقى المقابل، ينفع؟ ينفع، ويديك نفس الناتج نفس الناتج. تعال نشوف مع بعض، وادي مين الوتر عندي، ده الوتر. ابتدي ايه؟ اقسم الداله كلها على طول الوتر واضرب في طول الوتر بره. بعد كده اعمل ايه؟ واحد على الوتر، واحد على الوتر يديك ساين فاي، تمام. نص على الوتر يديك ايه من هنا؟ مجاور على الوتر يديك ايه؟ كوزاين فاي. طب تان فاي هنا بكام؟ واحد على نص، يبقى مقابل على المجاور يديك 2، تمام. اطلع فاي بالقيمه دي زي ما قلنا. هنبتدي نروح نحل، ركز معايا كده، مش واحد على الوتر بساين فاي، نص على الوتر اللي هي كوزاين فاي، عوضت مش اكتر. بعد التعويض طلعت بالشكل ده، ركز معايا، ساين كوزاين كوزاين ساين، دي شبيهه بداله مين؟ ساين مجموع زاويتين، بس الاشاره في النص زائد ولا ناقص؟ هنشوف دلوقتي. ساين كوزاين كوزاين ساين. طب حلو قوي، يبقى لازم ابدا بالاول ساين كوزاين كوزاين ساين. طب لازم الزاويه تبقى ايه؟ داله في الزمن. فين الساين اللي داله في الزمن؟ اهي، هي دي الوحيده الموجوده، ساين داله في الزمن لازم ابدا بيها. يبقى اعمل ايه؟ يبقى دي اخدها في الاول، يبقى ابدا كده، ركز معايا كده، ادي ساين داله لمين؟ الزاويه اللي داله في الزمن. بعد كده الكوزين مضروبه فيها، كوزين الزاويه الثانيه نزلت زي ما هي. بعد كده ابدا بايه؟ ساين كوزين لازم تبقى كوزين ساين. طب ما هو كوزين من هنا نزلت هنا اهي، مضروبه في ساين فاي طلعت اهي.
عشان يبقى ساين كوزاين كوزاين ساين، ده الترتيب الصح. اول حاجه لازم تبقى الزاويه الاولى داله في الزمن، هتلقى الزاويه الاولى 2 تي، الزاويه الثانيه فاي، الزاويه الاولى الزاويه الثانيه بينهم زائد، نزلت زائد زي ما هي. يبقى ده عباره عن ساين مجموع زاويتين. طب الاشاره في نص تبقى زائد ولا ناقص؟ بتبقى عكس الاشاره هنا ولا نفس الاشاره؟ نفس الاشاره. يبقى الثابت نزل زي ما هو، الاكسبوننشال اهي ساين الزاويه الاولى الزاويه الثانيه، وخدت نفس الاشاره. عوض عن فاي بالزاويه دي طلع ده الناتج. الناتج ده اصلا هو نفس الناتج اللي فات. هتقول لي يا باشمهندس هنا ساين، اللي هناك كانت كوزاين. هقول لك هو نفس الحل لو انت رسمتها، مفيش فرق. طبعا احنا حلينا بطريقه اكمال المربع. طب الطريقه الثانيه ايه يا باشمهندس؟ مش هعمل اكمال مربع، هحلل القوس اللي من الدرجه الثانيه تحليل طبيعي خالص. هتقول لي يا باشمهندس هيطلع كومبلكس او ايماجينري فيه او جذور فيه تخيليه، هحطها في المساله تخيليه زي ما هي. تعال بس نشوف بعض القوانين قبل ما نحل. طريقه البولر، ازاي احول بولر لكومبلكس وكومبلكس لبولر. طبعا لو عندي ثابت A مضروب في اكسبوننشال جي، خلي بالك تخيلي اهو جي سيتا، الاي ده الماجنتيود بتاع البولر اللي هو بتاع الفيكتور، وسيتا هي الزاويه. خلاص عايز احول الكومبلكس، تبقى هنا الماجنتيود او الطول بينزل زي ما هو، افتح قوس كبير كوزاين سيتا زائد جي ساين سيتا، نفس المين الكلام ده خدناه في حساب المثلثات. هنبتدي، طب لو كانت الزاويه عندي سالبه تبقى سالب، سالب سيتا، الاي ينزل زي ما هو، افتح قوس كبير. انا بقول لك كوزين الزاويه يبقى كوزين سالب سيتا زائد جي ساين سالب سيتا. معروف ان الكوزين بتاكل الاشاره السالبه، يعني بتلغي الاشاره السالبه في الزاويه، مش بتاثر عليها، تنزل كوزين سيتا زي ما هي. طب الساين، بتطرد الاشاره السالبه بره، تبقى سالب جي ساين سيتا. يا باشمهندس هتبقى ازاي؟ طول ما اي نزلت اي افتح قوس، لو الزاويه سالبه خد كوزين الزاويه الموجبه ناقص السالب، ده بيخلي بس الاشاره اللي في النص هي اللي بتتغير، جي ساين الزاويه. يبقى لو كانت الزاويه موجبه كوزين الزاويه زائد جي ساين الزاويه. طب لو الزاويه سالبه يبقى الغي الاشاره السالبه اكنك مش شايفها، قول كوزين الزاويه ناقص جي ساين الزاويه، بس بتكلم على الزاويه هنا موجبه. تمام. طيب لو خلينا الاي بواحد في القانون الاول ده، خلينا الاي بواحد تطلع بالشكل ده، مفيش فرق. خلي الاي بواحد هنا مع القانون الثاني تطلع ده. امسك المعادلتين دول اجمعهم، بص هنا زائد جي ساين سيتا سالب جي ساين سيتا، اجمع المعادلتين دول. بعد الجمع تطلع بالشكل ده، خلي بالك كوزين سيتا كوزين سيتا يبقى 2 كوزين سيتا، واجمع ده وده. تمام مفيش مشكله. لو انا مسكت الكوزين سيتا انا عايزها في طرف، ورحت قاسم كده على 2 الناحيه الثانيه تطلع بالشكل ده، يبقى اكسبوننشال او اي جي سيتا زائد اي سالب جي سيتا على 2. خلي بالك نفس الزاويه، مرة موجبة ومرة سالبة، لما أجمعهم وأقسم الناتج على 2 يديني كوزين الزاوية. المعادلتين فوق، خد المعادلة الأولى ناقص المعادلة الثانية، تطلع بالمعادلة دي. طيب بص كده 2 جي ساين سيتا، أنا عايز ساين سيتا لوحدها، يبقى قاسم المعادلة كلها على 2 جي، يبقى قاسم المعادلة على 2 جي. خلي بالك بس في النص هنا في سالب، لأن قلت لك هتطرح المعادلة الأولى ناقص الثانية، عشان كده في سالب هنا. يبقى ساين سيتا بقت اكسبوننشال جي سيتا ناقص اكسبوننشال سالب جي سيتا على 2 جي، خلي بالك المقام بقي في جي هنا. خلي بالك في الاكسبوننشال الزاويه الموجبه الاول، والزاويه السالبه هي الترم الثاني، وخلي بالك في اشاره في النص سالبه مع الساين، اما مع الكوزين الاشاره في النص موجبه، وبقسم على 2، اما مع الساين بقسم على 2 جي. خلي بالك من القوانين كويس. يبقى دايما ببدا بالزاويه الموجبه اهي، مع الساين في النص سالب، وما انساش اقسم على 2 جي. هنبتدي نحل المثال اللي فات بنفس الطريقه، ان انا اعمل ايه؟ هحلله. ركز معايا كده، نفس المثال هنا اس واس تربيع زائد 2 اس زائد 5، هتعمل ايه؟ همسك المقام ده هحلله بالاله. لما تاخد المقام ده تحلله هيطلع الاله سالب 1 ناقص 2 جي سالب 1 زائد 2 جي، ده الجذر الاول الجذر الثاني. يبقى اقول اس اهي، ده تحليله اقول ايه؟ اس ده تحليلها بالشكل ده، يبقى عشان احطه في الاقواس احط قوسين، القوس الاول اس ناقص الجذر الاول ناقص، اضرب في ده كله في ناقص تطلع موجبه اهي. القوس الثاني اس ناقص القوس الثاني او الجذر الثاني ناقص الجذر الثاني، اضرب ده كله في ناقص تطلع بالشكل ده. تمام، بقدام الدرجه الاولى الدرجه الاولى الدرجه الاولى، اعمل بارشال فراكشن، ادي الاس اهي بايه فوق منها ايه، القوس الثاني ينزل زي ما هو من الدرجه الاولى، يبقى الثابت بتاعه يبقى بي، ادي القوس الثاني ينزل زي ما هو الثابت بتاعه سي. هتقول لي بس المهندس ازاي ثابت؟ هقول لك ما الدرجه الاولى يبقى لازم بسطها ثابت. تمام، هعمل ايه؟ ابتدي اجيب الثوابت، عايز الايه؟ تحتها اس، اجي في الطرف اللي على الشمال اخبي اس يفضل دي. طب اعوض في الاس بكام؟ خد المقام ده يساوي زيرو، يبقى اس تساوي زيرو، اعوض في الداله دي اس بزيرو تطلع 3 على 5. هل اجيب البي بنفس الطريقه؟ نفس الطريقه، شايف ده القوس ده انهي هو؟ هو ده
هو نفس القوس ده، اخبيه من هنا يفضل عندي 3 وده وده اهو، اعوض فيه الاس بكام؟ خد المقام ده ساويه بزيرو، يبقى الاس بتساوي سالب 1 سالب 2 جي، اعوض باس بسالب 1 سالب 2 جي في الداله دي، اتعوض ازاي؟ او بالاله، دخل المعادله دي بالاله اعوض عن اس بالقيمه دي، تطلع عندي بالشكل ده، تطلع كومبلكس طبعا. السي نفس النظام، شايف المقام بتاعها اهو، اخبيه من فوق هيفضل عندي 3 على الباقي، 3 على الباقي اعوض عن اس بكام؟ اخد مقام السي بساويه بالزيرو، يبقى الاس تطلع بسالب 1 زائد 2 جي، اعوض هنا اس بسالب 1 زائد 2 جي تطلع بالشكل ده، ويطلع عندي كومبلكس. خلي بالك البي والسي طول ما الاقواس هنا كومبلكس هتبقى الجذور كونجيجيت، كونجيجيت يعني مترافقه. ايه مترافقه؟ يعني الحد المطلق اشارته مش بتتغير، الحد ماجيناري عندي الاشاره بتاعته بتتغير، ده معناها كونجيجيت، الاشاره بتتغير، فبالتالي البي والسي يطلعوا كونجيجيت. بص كده الحد المطلق نزل زي ما هو، اما الحد التخيلي عندي ماجيناري بارت الاشاره بتاعته اتغيرت خلاص، والباقي زي ما هو، زي ما قلنا ده كومبلكس كونجيجيت. هبتدي اعوض عن الاي والبي والسي بعد التعويض، اهي انا عوضت وخدت سالب 3 على 20 عامل مشترك بره. ده مش بتفكرك بحاجه؟ ينفع اجيب الانفيرس لابلاس على طول. ازاي؟ الاس هنا زي ما احنا خدنا قبل كده، الاس ما فيهاش مشكله، يبقى ده عباره عن ثابت، لان الثابت ده لابلاس بتاعه الثابت على اس، الثابت ده ينزل زي ما هو، دي عباره عن اس زائد ايه، ده كله يعتبر ايه؟ يبقى يا باشمهندس ده كومبلكس، يعتبر ثابت، كله ثابت ايه؟ اس زائد ايه؟ يبقى اكسبوننشال سالب ايه؟ اهو، واحد على اس زائد ايه يبقى اكسبوننشال سالب اي تي، يبقى سالب اهو، خدت القوس ده كله ضربته في سالب تي، والثابت اللي فوق نزل زي ما هو، الثابت اللي فوق نزل زي ما هو هنا اهو، هقول اس زائد ده هتبقى اكسبوننشال سالب الجزء ده مضروب في تي، تمام؟ الموضوع سهل طبعا. ابتدي اعمل ايه؟ ركز معايا في الحل. الاكسبوننشال هنا الاس عندي عباره عن حاجتين مجموعين، ينفع اجزأ الاس؟ ينفع اجزأ الاس لو الاساس واحد. ركز معايا، هنزل كل حاجه زي ما هي. اقول سالب 1 في تي اهي، اكسبوننشال سالب 2 جي في تي اهي، وزعت لمين؟ الاسس على الاساس الواحد. عملت نفس الطريقه هنا، سالب 1 تي اهي، سالب في سالب 2 جي تبقى زائد 2 جي تي. ما تنساش تضرب في تي طبعا. ايه اس سالب تي؟ ايه اس سالب تي؟ ما تاخدها عامل مشترك بره، خدتها عامل مشترك بره. هبتدي هنا الداله دي مضروبه في 2، ركز معايا كده، يبقى الداله دي مضروبه في 2، انا هبتدي هجمع الثوابت مع بعض، الداله دي مضروبه في 2 والداله دي مضروبه في 2، طب ما تاخد 2 عامل مشترك، يبقى الداله الاولى زائد الداله الثانيه. طيب هنا جي 1 مضروب في الداله دي، واكسبوننشال جي 2 تي مضروب في سالب جي، خلاص؟ اخد جي عامل مشترك اهي، تبقى عندي الداله الاولانيه نزلت زي ما هي، عشان سالب جي هنا السالب نزل اهو مضروب في الاكسبوننشال الثاني. طبعا حلها بالورقه والقلم هتلقى الموضوع سهل، فك دي وابتدي واحد زي ما انا عملت كده، خد الثابت المضروب في الاكسبوننشال لوحده، والماجن المضروب اللي هو الاكسبوننشال مضروب في جي خده لوحده وابتدي جمع. ركز معايا كده، اكسبوننشال الزاويه، بص كده جي 2 تي سالب جي 2 تي، يبقى الزاويه واشارتها السالبه وعكسها، ومجموعين، ايه ناقص عشان يبقى دالة كوزاين؟ ناقص ايه؟ ناقص حاجة واحدة، إن أنا أقسم على إيه؟ على 2، المقام ملوش دعوة بالزاوية، يبقى أقسم دي على 2 وأضرب في 2 بره، يبقى دي عبارة عن كوزاين الزاوية، الزاوية كام؟ اللي هي مع الجي، اللي مع الجي اللي هي 2 تي، دي مين دالة الكوزاين عندي؟ كوزاين سيتا، كوزاين 2 تي. ركز معايا في الحتة التانية، الجزء ده، إيه سالب ناقص إيه بالموجب، المفروض عشان أوفر طول ما في اشاره سالبه في النص يبقى دي شبيهه بالساين او قريبه قوي من الساين، اعمل ايه؟ بس الساين قال لك لازم ابدا باكسبوننشال موجب الزاويه، اكسبوننشال موجب الزاويه، يبقى ده لازم يبقى في الاول، يبقى في الاول يبقى في اشاره سالبه هنا، يبقى اخد من القوس ده اشاره سالبه بره، تمام اهي، وابتدي اقلب، يبقى ده هيبقى بالموجب وده يبقى بالسالب، قلبت اهو بقي ما زال اشاره سالبه في النص. طب دي بادئ باكسبوننشال الزاويه الموجبه، المفروض ناقص اكسبوننشال سالب الزاويه، صح نفس الزاويه. المفروض اقسمه على كام؟ على 2 جي عشان اقدر اوفر صيغه الساين عندي. اقسمه على 2 جي واضرب هنا في 2 جي. يبقى الصيغه دي عباره عن الساين عندي، تمام؟ يبقى الصيغه دي عباره عن كوزين الزاويه عندي 2 تي زي ما انت شايف اللي هي مع الجي. طبعا ماليش دعوه بالسالب خلاص، تمام؟ و2 في 2 ب 4. عندي كمان هنا دي عباره عن صيغه الساين، الزاويه عندي 2 تي، جي في جي بسالب 1 اضربها في سالب تبقى موجب. وعندي الاثنين اهي نزلت زي ما هي، بقيت 4 كوزين 2 تي زائد 2 ساين 2 تي، نفس الزاويه 2 تي 2 تي، ينفع تعمل مثلثات وتحاول توفر دي لكوزين او ساين واحده،
تمام؟ 4 و2 خدت 4 من المشترك تطلع بالشكل ده، نفس الحل اللي فات على فكره ما فيش فرق. ارجع كده للسلايدات اللي فاتت هتلاقي نفس الحل. اعمل ايه؟ زي ما انا شرحت كوزاين معاه ثابت وساين معاه ثابت والكل ده جوه القوس لوحده. ينفع؟ ينفع اعمل مثلث وتحط فاي، الكوزاين واحد يبقى خد المجاور هو الواحد والمقابل اللي هو مع الساين نص. وهتجيب مين؟ الوتر، وبتبتدي تقسم جوه على الوتر وتضرب بره في الوتر. طيب ما هدي عباره عن الكوزاين والترم ده عباره عن الساين والتان فاي بنص وطلع فاي طلعت فاي، هبتدي اعوض الترم ده عباره عن ايه؟ الكوزاين والترم ده عباره عن الساين، ابتدي اعوض عنه بعد التعويض تطلع بالشكل ده. هبتدي زي ما انا قلت لازم تبقى كوزاين كوزاين ساين ساين. طب مين ابدا بانهي زاويه؟ لازم الزاويه اللي كداله في الزمن، يبقى لازم ابدا بكوزاين 2 تي الاول. قعدت ترتيبها طول ما هي زائد في النص تبقى كوزاين مجموع زاويتين، بس خلي بالك بعكس الاشاره، عكس الاشاره عشان انت شغال كوزاين، وابتدي اعوض عن فاي زي ما شرحت في الاستاذ اللي فات. طيب ممكن اخد المجاور هو النص مش الواحد؟ ينفع، اللي هي الطريقه الثانيه، تمام؟ والكلام ده انا شرحته في السلايد اللي فاتت. تبتدي تعوض التعويض زي ما قلت لك ساين كوزاين كوزاين ساين، لازم ترتبها ساين كوزاين كوزاين ساين، بس ابدا بمين؟ لازم الزاويه تبقى داله في الزمن، ابدا بساين 2 تي الاول وابتدي اظبط المساله عندي واعوض عن فاي تطلع بالشكل ده. الكلام ده مكرر من السلايدات اللي فاتت. لو انا عايز احل المساله بالماتلاب، المساله دي عندي كده الحل بتاعها اهي، انا دايما كنت بكمل ان انا بحول الداله دي لداله كوزاين واحده او ساين واحد، الماتلاب مش بيعمل كده، الماتلاب بيوصل للخطوه دي ويقف. تمام، اعمل ايه عشان استخدم الماتلاب؟ الانفرس لابلاس يوزنج ماتلاب، اول حاجه زي ما قلنا بشرح بقول سيمز اس اللي يعني سيمبلز اس عشان هكتب المعادله في متغير اسمه اس، المعادله دي اللي فوق كتبتها اهو، طبعا هتكتب المقام زي ما هو، سوري هنا 3 انا غلطان في الباوربوينت دي 3 بس حللها صح في الماتلاب عندي هنا اهو 3. طبعا هقول ايه؟ اف سمول بتساوي دي اف كابيتال اللي هي في اللابلاس، اقول اي لابلاس اف معناها انفرس لابلاس للاف، تطلع بالشكل اللي قدامك هنا، تمام؟ اللي هي تطلع بالحل قدامك، بريتي اف هتطلع بالشكل ده، فانا بستخدم بريتي عشان تطلع كمعادله مكتوبه باليد زي الشكل ده، فاقول له بريتي اف عشان تطلع بالشكل ده، تمام؟ ده باستخدام الماتلاب، طريقه سهله طبعا شرحتها كتير قبل كده. مثال 2 عشان يثبت المعلومه اكتر، عندنا نفس المقام انا غيرت البسط بس مفيش اختلاف، اعمل ايه؟ يبقى انا قلت هشرح طريقتين، الطريقه الاولى هي طريقه اكمال المربع، الطريقه الثانيه ان انت بتستخدم ان الداله التربيعيه بتحللها طبيعي وتطلع الجذور كومبلكس عادي وتشتغل عادي، ده طريقتين للحل. انا هحل المثال ده باستخدام اكمال المربع، يبقى عندي الاس اهو لازم يبقى البسط ثابت، المقام الدرجه الثانيه غير قابله للتحليل اهو لازم يبقى بسطها من الدرجه الاولى، بي ثابت في اس زائد سي كحد مطلق. اعمل ايه؟ اجيب الثابت الايه؟ الايه اجيبه ازاي؟ اخفي اس من هنا واشوف باقي الداله، باقي الداله اعوض فيها الاس اللي هو المقام بزيرو، تمام؟ يطلع الايه بواحد، ارجع اعوض على الايه بواحد هنا، وارجع تاني اوحد مقامات، بعد توحيد المقامات اخد البسط ده اسويه بالبسط. بعد مساويتي للبسط بيساوي البسط اقارن معاملات، معامل اس تربيع هنا بواحد، في اس تربيع هنا؟ اس تربيع معاملها بي، في اس تربيع هنا؟ لا زيرو. يبقى 1 زائد بي بيساوي 0، اطلع من هنا البي طلع بسالب 1. نروح نقارن معامل اس، معامل اس 2 زائد سي لان مضروبه في اس اهي، زائد سي بيساوي 5، لما تساوي 5 هتطلع السي ب 3، هبتدي ارجع تاني اعوض في الداله اللي فوق. بعد تعويض للداله معامل اس هنا مضروب في سالب 1، لازم اخد عامل مشترك بره انزله بره هنا، تمام؟ نزلته اهو، تمام؟ هبتدي امسك دي اعمل لها اكمال مربع، اس تربيع و2 اس، معامل اس تربيع بواحد، تمام؟ يبقى مباشرة هقارن، اقارن معاملات بعد المقارنة طلعت البي عندي بكام؟ بواحد. هبتدي اعمل اكمال مربع بنفس الطريقة اللي شرحتها في المثال اللي فات، تطلع بالشكل ده. هبتدي هنا القى المقام في اس زائد واحد داخل التربيع، يعني الاس حصل لها شيفت. ابتدي اجمع واحد واطرح واحد في البسط. بعد جمع وطرح للواحد السالب بتاعتها تنزل زي ما هي. ابتدي اقول اس زائد واحد على المقام. اهي واقول سالب واحد سالب أربعة اللي هي تبقى سالب أربعة مضروبة في سالب بره ما تنساش تبقى زائد أربعة على المقام. دي هتبقى دالة كوزاين حصل لها شيفت اهي، ودي دالة ساين حصل لها شيفت، بس خلي بالك الثابت ده 2 متربع يبقى أوميجا تربيع، لازم أشوف فوق أوميجا، خلاص؟ الأوميجا إزاي؟ يبقى أخلي الأربعة بره أضرب في 2 وأقسم على 2، أضرب في 2 وأقسم على 2 عشان أوفر الصيغة دي، تمام؟ عشان تبقى هي دالة مين؟ الساين. يبقى دي داله كوزاين حصل لها شيفت ودي داله ساين حصل لها شيفت. خلي بالك الاوميجا هنا ب 2 اللي هي داخل التربيع تبقى 2 تي، وهنا 2 تبقى 2 تي. طب يا باشمهندس هنا نفترض سالب 1 زائد 5 ما طلعتش 4 عشان احطها 2 التربيع، نفترض طلع الناتج ده 3، هقول هنا زائد 3؟ لا، تقول جذر 3 لكل تربيع، يبقى الاوميجا بجذر 3،
تمام؟ لازم تحول العدد ده لعدد متربع. لو كان هنا ناتج الجزء ده اللي هو ده، المفروض هنا احط 3 ما تحطهاش 3، تحطها جذر 3 تربيع، يبقى هنا جذر 3 تربيع تطلع في الاخر جذر 3 تي جذر 3 تي هنا. ما تنساش هتضرب في جذر 3 وتقسم على جذر 3. طبعا انا اخدت اكسبوننشال عامل المشترك زي ما انت شايف هنا كده طلعت بالشكل ده، كوزاين مضروبه في ثابت وساين مضروبه في ثابت. طب وبشمهندس اعمل ايه؟ تكملها بنفس الطريقه. خلي بالك، طب خلي بالك هنا في اشاره سلبه، ماليش دعوه بالاشاره في المنتصف، مش هتاثر معايا، هي هتظهر في القانون بس مش اكتر. نبدا، يبقى الكوزاين واحد، يبقى اعمل مثلث ادي فاي، المجاور لفاي هو اللي قدام الكوزاين، والساين عندي 2 وليست سالب 2، 2 اهو اللي هو المقابل، واجيب الوتر اللي هو ده تربيع زائد ده تربيع هات له الجذر. هبتدي اقسم المعادله كلها على طول الوتر واضربه في طول الوتر بره، في مشكله؟ هبتدي اقول من هنا واحد على طول الوتر عباره عن ايه؟ عباره عن كوزين فاي. طب 2 على طول الوتر اللي هو سين فاي، هتروح جايب فاي من هنا تطلع بكام؟ هبتدي اعوض، يبقى ده عباره عن كوزين فاي، الجزء ده عباره عن سين فاي. ركز معايا هنا كده، كوزين كوزين، ساين ساين، تمام؟ بس لازم اخلي كوزين الزاويه اللي داله في الزمن تبقى الاول، يبقى كوزين 2 تي الاول، كوزين فاي تبقى الاول، بعدها مباشره. هنا ابتدي اقول ساين الزاويه الاولى اللي هي 2 تي كداله في الزمن، بعد كده ساين فاي بعدها. والاشاره سلبه، لازم الصيغه دي تبقى نفس الصيغه فوق، يعني نفس الناتج، لكن مجرد ان انا اعدت ترتيبها عشان اقول كوزين كوزين ساين ساين. طيب كوزين الزاوية الأولى وده كوزين الزاوية الثانية، ساين الزاوية الأولى ساين الزاوية الثانية، الزاوية الأولى تبقى دالة في الزمن. يبقى ده كوزين مجموع زاويتين. طب الإشارة في النص سالب ولا موجب؟ بعمل إيه مع الكوزين؟ بعكس الإشارة، يبقى كوزين الزاوية الأولى أهي، الزاوية الثانية وبعكس الإشارة، تمام؟ ده الحل النهائي بتاعي، وأعوض عن فاي عندي هنا بالقيمة دي. طب ممكن تحلها بالطريقة الثانية؟ اللي هو الكوزين الواحد يبقى هو المقابل، والساين الاثنين يبقى هو المجاور، تمام؟ نفس النظام، هقسم واضرب على طول الوتر، يبقى الترم ده عباره عن هو الساين والترم ده هو عباره عن الكوزاين. بعد التوعيد طلعت بالشكل ده. طيب ركز معايا كده، انا هشتغل ساين كوزاين كوزاين ساين، يبقى دي شبيهه بداله الساين، مجموع زاويتين، تمام؟ ابدا بمين؟ ابدا بالساين اللي زاويتها داله في الزمن، فينها؟ هي دي، دي يبقى ابدا بيها الاول. طب يا باشمهندس مضروبه في كوزاين وفي اشاره سلبه، خد سالب عامل مشترك الاول، يبقى اخد سالب عامل مشترك يتضرب في الثابت اللي بره تحول موجب. ركز معايا كده، خد من هنا سالب تبقى ساين 2 تي نزلت اهي الاولانيه، كوزين فاي بعدها، انا هبدا بعد كده تبقى كوزين 2 تي بعد كده ساين فاي. طب يا باشمهندس دي كانت موجبه فوق، ما انت خدت منها سالب يبقى لازم تضرب في سالب جوه، فاهمين الفكره؟ الكوس ده كله خد منه سالب بره يطلع الكوس ده. هبتدي اعمل ايه؟ ساين كوزين كوزين ساين، والداله الاولى هنا او الزاويه الاولى اهي داله في الزمن، والزاويه الثانيه فاي. هقول ايه؟ ساين الزاويه الاولى وادي الزاويه الثانيه، وطول ما الاشاره سالبه تنزل سالب هنا زي ما هي. ابتدي اعوض عن فاي تطلع بالشكل ده. ده كان المثال الثاني. المثال الثالث، بشكره جدا، هو اداك المقام الداله التربيعيه متحلل اهو، متحلل وكومبلكس، يبقى مجرد ان انت بس تستخدم الطريقه الثانيه في الحل. اعمل ايه؟ يلا مع بعض، القوس الاول يبقى البسط بتاعه ثابت، القوس الثاني من الدرجه الاولى البسط ثابت، القوس الثالث البسط بتاعه يبقى ثابت، تمام؟ الثابت ده اجيبه ازاي؟ اروح للداله دي الغي اس زائد 3 من المقام هنا، يفضل الباقي، الباقي ده اعوض فيه اس المقام بتاع الاي، طول ما انت هتجيب اي هو اللي بتساويه بزيرو، يبقى اس هنا بسالب 3. اعوض بعد التعويض تطلع بربع. هروح للبي، البي شايف القوس ده؟ الغيه من هنا. الباقي ده، الباقي عندي يطلع بالشكل ده، اعوض فيه الاس بكام؟ خد مقام دي ساويه بزيرو، يبقى اس بتساوي سالب 1 سالب 2 جي، اهي. اعوض تطلع بالشكل ده. نفس النظام مع السي، تطلع بالشكل ده، هتلقى دايما القيم كونجيجيت عندك عشان الاثنين دول كونجيجيت. بص كده كونجيجيت، القيمه الماجنري بس الاشاره المعكوسه بتاعتها كونجيجيت. هنبتدي نعوض عن الثوابت، الثوابت اللي هنا اي بي وسي عوضت عنه، بعد التعويض تطلع بالشكل ده. نرجع تاني نفكرك، اس زائد ثابت تبقى اكسبوننشال سالب اي تي، خلاص؟ يبقى الداله الاولانيه اهي الثابت نزل زي ما هو اكسبوننشال سالب 3 تي، الثانيه الثابت اللي فوق نزل زي ما هو اكسبوننشال سالب كل ده، الثابت الثاني نزل زي ما هو اهو اكسبوننشال في مين؟ في سالب الجزء ده كله. هنبتدي نفك، نوزع الاس على الاساس، سالب 1 تي تبقى هنجزئها اهي، وسالب 2 جي تي اجزئها، واجي للجزء الثاني اجزئه بنفس الطريقه، اكسبوننشال سالب تي هنا وهنا هاخدها عامل مشترك بره، هيفضل عندي بالشكل ده. خلي بالك الثابت ده مضروب في الاكسبوننشال دي اهي،
والاكسبوننشال دي مضروبه في الثابت نفس الثابت، يبقى ياخد الثابت او الاكسبوننشال دي زائد دي تطلع في الترم الاول. هنا سالب جي الثابت وهنا زائد جي ثابت ونفس الثابت، يبقى اقول سالب جي الثابت اخدها عامل مشترك، يبقى الاكسبوننشال عندي اهي، ركز معايا كده، تبقى هنا الاولانيه اهي والثانيه عندي نزلت اهي، وطبعا انت هنا المفروض تبقى زائد جي ثابت، بقت ليه ناقص؟ عشان في ناقص بره. خلاص هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ الاكسبوننشال مره بالسالب ومره بالموجب، ده شبيه قوي بالكوزين، بس محتاج ايه؟ محتاج ان انا اقسم على 2، يبقى اقسم القانون ده على 2، الاثنين خلي بالك ضيف القانون ملهاش علاقه بالزاويه، واضرب بره في 2. طيب هنا اكسبوننشال سالب الزاويه، لا المفروض تبقى بموجب الزاويه، ابدا بموجب الزاويه، فين موجب الزاويه؟ اهي موجب الزاويه، موجب الاس، يبقى اخد سالب عامل مشترك من القوس ده، اخد سالب بره، هبتدي ابدل القوس اللي جوه. طب محتاج ايه القوس اللي جوه؟ محتاج ان انا اقسمه على 2 جي واضرب في 2 جي بره عشان يبقى شبيه او بالساين، يبقى ده كله ساين. يبقى ابتدي، يبقى ده عباره عن كوزين اهو، والثابت في 2 يطلع بالقيمه دي، عندي الثابت في 2 يطلع بالقيمه دي، وجي في جي بسالب 1 طلع عندي اشاره سالب، وده كله عباره عن الساين. الزاويه هنا كام؟ 2 تي، خلي بالك بتلغي جي بس، الباقي كله هو الزاويه 2 تي. طبعا هنا كوزين وساين، في مشكله؟ في ثابت ثابت، خد ثابت منهم عامل مشترك عشان اظبط المساله، بقيت عندي كوزين وساين، تعمل ايه؟ حل بالطريقه اللي تريح. هنا كوزين 3 انا هاخدها المجاور للزاويه، الواحد يبقى هو المقابل، ده الوتر، هبتدي اقسم بره، اقسم جوه واضرب بره في طول الوتر، ما تنساش في الجزء ده، واقول ان الجزء ده 3 على الوتر ده عباره عن الكوزين، هبتدي اعوض اهو كوزين، والجزء ده عباره عن الساين، عوضت بعد التعويض، كوزين كوزين ساين ساين، مجرد بس ان انا ارتب مكان الكوزين والكوزين اللي هنا دول، اعيد ترتيبهم، تبقى كوزين الزاويه الاولى اهي بتاعت 2 تي والزاويه الثانيه، ساين اهي الزاويه الاولى، ساين الزاويه الثانيه والاشاره سالبه زي ما هي، ابتدي بعد كده اقول كوزين كوزين ساين ساين، يبقى الداله كوزين، عندي 2 تي دي الزاويه الاولى الزاويه الثانيه، طول ما الاشاره في النص سالبه باخدها عكس الاشاره هنا في القانون تبقى موجب، ابتدي اعوض عن فاي تطلع بالشكل ده. وده كان الحل النهائي، وبكده فيديو النهارده انتهى، اتمنى تكونوا استفدتوا، لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هي التعليقات اسفل الفيديو، طبعا ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وان شاء الله في الفيديو القادم هنعمل دمج بين بعض القوانين وهناخد مثال صعب شويه، فتابعونا باستمرار، ما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا في كل فيديو جديد بنرفعه.